صباح هذا اليوم مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان. انطلاقه الشوط 22 الخاص لسن الصعوب والمسافه 1200 متر، هنالك اشواط السرعه والتحدي والمتحديين، هنالك فريح لسيد عبد الله بن محمد بن قطفه المري في اول المراكز، وثاني المراكز هنالك كحلان لسيد فيصل بن خالد بن احمد القحطاني. من يقدم لنا في هذا الشوط المميز؟ وثالث المراكز وصل هنالك الحنيش لسيد محمد بن علي بن سعيد بن جدران المري. من يقدم لنا بن جدران المري من يقدم لنا هذا الاسم الكبير والاسم العملاق المميز؟ ولكن لنا عوده الى المقدمه، هنالك فريح بالفعل وعبد الله بن محمد بن قطمه المري. من يقدم فريح بهذا بن قطفه المري؟ من يقدم هذا فريح؟ ولكن الله 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 الله، هنالك كحلان بالفعل وفيصل بن خالد بن احمد القحطاني. الله الله يا المنافسه والتحدي والامثال الاخيره، من هو المتحديين؟ هنالك راعي كحلان بالفعل وفيصل بن احمد القحطاني، هنالك سلام يا القحطاني سلام من هذا الموقع. ولكن هنالك ثاني المراكز شعار هنالك المميز ليكون حاضرا، هنالك تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك كحلان فيصل بن خالد بن احمد القحطاني، تهانينا تهانينا. ساعة وصول كحلان بالفعل لسيد فيصل بن خالد بن احمد القحطاني، تهانينا. والمركز الثاني كان من نصيب هنالك مشاهدينا الكرام، المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني شعار بن قطفه، هنالك فريح سيد عبد الله بن محمد بن قطفه. المركز الثالث